لتسليط الضوء أكثر على عمليات التضييق على الموصل وأهاليها من خلال تأخير إعادة الإعمار، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بك دكتور محمد. بداية، حظر تجوال وجثث تحت الأنقاض منذ سنوات وتأخر غير مبرر لإعادة الإعمار في الموصل، برأيك لماذا تترك الحكومة أهالي الموصل تحت ضغط كل هذه الأوضاع الصعبة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. أهلا. الموصل تعتبر ثاني أكبر مدينة في العراق، وبالتالي هذه المدينة ذات أهمية تاريخية وجغرافية، وللأسف بعد الدمار والخراب الذي أصاب هذه المدينة الكريمة، هذه المدينة البطلة، لم نجد أي اهتمام بعد مرور 4 سنوات مما يسمى بتحرير الموصل، وللأسف ليست هناك أي جهد يذكر في هذا المضمار، وللأسف أن شعب الموصل بقى من المشردين والذين عاشوا الآن ويعيشون في مخيمات للاجئين في مناطق متعددة، لم يعودوا إلى ديارهم بسبب من الخراب والدمار الذي أصاب هذه المدينة وخاصة المدينة القديمة. وللأسف أن هناك مساعدات لإعمار المدينة وخاصة الجوامع الأثرية والكنائس وغيرها، ولم تجد صوتا يقول بأن هذه المدينة يجب أن تعمر وتعاد إلى أهلها، ولكن لحد الآن هناك جثث تحت الأنقاض وبيوت مهدمة يسكنوها وناس متمسكين بأرضهم. دكتور محمد، يجري الآن في الموصل. نعم دكتور محمد، إلى أي مدى تعتقد بأن هناك ترتيبات وربطا بين منع الميليشيات عودة المهجرين من الموصل وبين تأخير إعادة الإعمار في المدينة؟ أنا باعتقادي أنه تأخير هذا الإعمار الذي ممكن أن يجري في الموصل وعودة شعب الموصل إلى قراهم ومدنهم ومحلاتهم يجري ليس بعيدا عن مخطط تقوم به الميليشيات ويقوم به سراق المال العام من أجل عدم عودة هؤلاء والمزيد من سرقة ونهب هذه الأموال المخصصة لتعمير هذه المدينة. ولذلك نجد أن هناك أطراف معينة تعرقل هذه المشاريع علما بأنها الحكومة وبشكل لا يهمها حياة المواطنين ولا البلدة، أجرت نقاط معينة في مسألة إجراء تنظيم ما يسمى بخلية الأزمة، وخلية الأزمة لم تقدم أي شيء لهذه المدينة، المدينة الجميلة، المدينة التاريخية. نعم دكتور محمد، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل الموصل، هناك حديث عن شراء مستثمرين إيرانيين الأراضي والبيوت المدمرة في المدينة القديمة، هل من علاقة بين التضييق على الأهالي وعمليات الشراء هذه؟ بالتأكيد هاي ترابط جدلي بين أنه يبقى المواطن الموصلي بعيدا عن أرضه ويأتون بمجموعة من الإيرانيين، وخاصة أن إيران لها موقع واستراتيجية معينة أن تريد أن تثبت موقعها في الموصل باعتبار الموصل من الناحية الجغرافية مهمة بالنسبة لهم، ولذلك يجري إعطاء مجموعة من الإيرانيين نعم جنسيات
وشهادات تثبت على أساس أنهم عراقيين، وبالأحرى أنهم ليسوا عراقيين وإنما جاءوا من إيران. لكن تقديري أن المواطن المصلي لم يبيع أرضه، هذا العراقي الشهم الذي بقى متمسكا بالأرض على الرغم مما جرى ويجري حاليا في عراقنا. ولذلك يجب أن يأسوا الإيرانيين من هذا المخطط الذي يقومون فيه في مسألة شراء أراضي ودور من أجل تنفيذ مصالحهم الشخصية وتثبيت أقدامهم في شمال العراق. من لندن كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.